السلام عليكم، أهلا وسهلا متابعين الأعزاء. هيا نتعرف على تفاصيل حدث اليوم. تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن استقالة عزيز أخنوش، أما عن صحة هذا الخبر إلى الآن لم يتم تأكيد هذا الخبر. ويسعى عزيز أخنوش لتشكيل الحكومة. عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي يوم الاثنين دش مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وتعهد بأن تكون منسجمة ومتماسكة عقب تكليفه بتشكيل الحكومة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، ويكون الائتلاف الجديد التي سيتم تشكيله في الأيام القليلة المقبلة أمام عدة تحديات وملفات حارقة أبرزها الخروج من أزمة كورونا وإنعاش الاقتصاد وتحقيق النمو المنشود. وإن شاء الله لو في أي جديد عن الاستقالة هنوفيكم بالتفاصيل.